هي حكاية الدجل والشعوذة لما بتشتعل النار في بعض البيوت، فيبتدي البعض يقول لك الجان هو الذي يشعل النار في منازلنا. عبارة نسمعها كثيرا، ولا أحد حتى يشكل لجانا علمية ونفسية واجتماعية لمعالجة هذه الظواهر عند الناس. نذهب إليهم ونقول لهم إنه ده فوق الواقع وفوق العلم وفوق العقل، وعلينا دائما أن نرتكن إلى العلم. لكن مهما تقول للناس هم مقتنعون تماما إنه الذي أشعل النار في بيوتهم هو الجان. أنا قاعدة كده والنار دخلت علينا وإحنا قاعدين كده. اللي بيحصل ده قريب، ده غريب غريب. النار تطلع من البلاط. لا مش طبيعي، ده في حاجة أكيد. أنا خايفة ما بيجيليش نوم خالص وما بعرفش أنام. حاجة مش طبيعية، يعني أنا مش بتاعة بشر. عمل شعوذة، العفش بتاعهم كله اتحرق. حضرتك الساعة جت ولعت في رمضان، واحنا نايمين الساعة 3 بالليل، بنتي كانت عمالة تنده علينا وانا بحسب ان انا بحلم. فبعدين قمنا، كان فور بالفجر، فالمهم صوتنا وكده وقفلنا الانابيب والحاجة والنور وكده. وبعد كده الناس طلعوا بعد صلاة الفجر بقوا يطفوا معانا، والموضوع الحمد لله خلص وكده، بس خد كل حاجة معايا. قلت لهم في ريحة شياط، وقمنا باصين من الشباك لقينا دخان جاي من عند البلكونة، وقامت ماما قامت جريت على البلكونة لقيت حريقة، وأغمى عليها برا في الصالة، وأنا نزلت تحت كنت خايفة. وكل ما نطفي البلكونة الأوضة دي تولع، نطفي دي التانية تولع، واللبس كله بتاعنا باظ، وجهاز أختي كله اتحرق، وما جه المعمل الجنائي قال مش مسؤول أي حاجة. وبعد كده وضبنا الصالتين، وقلنا بعد العيد هنوضب تاني بقيت الأوض لأنها كانت بايظة خالص. وبعد كده يا دوبك هما يومين العيد اللي ارتحنا فيهم بعد ما وضبنا الصالتين، والشقة اتحرقت تاني 5 مرات، الشقة اتولع لوحدها. أنا قاعدة كده ولقيت النار داخلة من شقة الجيران بأصوات بقى، والعيال صرخت مني وصرخت، وقمنا نزلنا تحت كلنا، والآخر مشينا في يومين. كنت أنا وأخواتي قاعدين في البيت لوحدنا، وماما ما كانتش موجودة، كانت بتجيب حاجة، فببص واقفة قدام الباب كده هو، ببص لقيت الدخان كده هو طالع من المنط، فخرجة من الباب بشوف فيه ايه، فلقيت النار، لقيت نور، قمت صوت ونزلت انا واخواتي وخبطت على اللي فوقنا عشان كلنا ننزل. كنا قاعدين عادي مفيش اي حاجة، لقينا مرة واحدة المنور راح ولع، وقبلها كان في رمضان كانت الصلاة مرة واحدة ولعت لوحدها وكانوا نايمين، وبعد كده بقى لقينا كل حاجة بتولع لوحدها. حتى كنا كلنا في الشارع وقاعدين، يوم ما حصلت الحريقة في الأوضة دي لقينا الأوضة التانية ولعت لوحدها برضو، طلعنا وقعدنا في الشقة لقينا الأوضة التانية ولعت، نطفي حاجة نلاقي حاجة بتولع. وبعدين الحاجة الغريبة إن النار تطلع من البلاط، دي أغرب حاجة يمكن اللي استغربنا لها كلنا، يعني أنا ما شفتش نار تطلع من البلاط. خايفة، مرعوبين كلنا، ما بيجيناش نوم من اللي احنا بنشوفه، ما تعرفيش ايه، نار طالعة بس كل يومين بالتاني نلاقي النار طالعة من الشقة بتاعت الجيران. مفيش ماس كهربائي ولا أي حاجة، ورئيس المباحث جه هنا مرة واتنين وتلاتة وما لقاش أي حاجة، أي دليل يثبت إن في حاجة أو إن هما اللي بيعملوا كده. لأ، اللي بيحصل ده قريب، ده غريب غريب، وأول مرة يعني، أول بنتي بقى لها 8 سنين فيه ولا 10 سنين ما كانش فيه أي حاجة. مش عارفين ايه سبب الحريقة، جه معمل الجنائي قال ما فيش حاجة، جابوا شيوخ برضه يقولوا ما فيش حاجة، لدرجة بقولك النار بتطلع من الحيطة. قالوا ده ممكن، بنو نسأل شيوخ في سنة تانية من غير ما بيجوا يقولوا لنا ده مارد، هو ده اللي بيعمل حاجات زي كده، بس الله أعلم بقى ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية، متعرفيش أساسها ايه أصلا، متعرفيش جاية منين، ايه اللي بيعمل كده، طب وشمعنا هم بالذات. مرة شيخ يقول ده في ناس الجيران اللي معانا، ومرة يقولوا ناس عايزين يأذوا جوزي في شغله، ومرة يقولوا ده البيت عليه مبني على طرق فرعونية وفيها آثار، وكل الشيخ بيجي بيقول بكلمته.
صعبان علينا الناس اللي هم موجودين دلوقتي، الناس بتتشرد ومش عارفين يروحوا فين، واحنا مش عارفين نروح فين. يعني احنا دلوقتي الواحد بيبقى قاعدين النار والخوف، والعيال ما عندنا مرعوبه. ولادي لغايه دلوقتي عندهم صدمه عصبيه وما بيناموش، يعني ممكن لو انا قاعده بالنار هم يناموا بالنار، لكن بالليل دي ما بيناموش خالص ولا بيشوفوا النور. انا مش عارف انام عشان عندنا في جن وعفاريت والشيوخ بتيجي ما بتعملش حاجه. بقول لبابا انا مش عارف، انا ماشي بعرفش انام، وجيب لي شقه تانية عشان مش عايزه اقعد في الشقه دي تاني.